بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي نفذت في 7 يونيو 1981 والتي أسفرت عن تدمير المفاعل النووي العراقي قيد الإنشاء، وعلى إثره بدأت تحديد مهام الدفاع الجوي العراقي بنشر شبكة رادارات وصواريخ أرض جو سام ومدفعية مضادة للطائرات بتوزيعها على المصانع والمواقع الاستراتيجية والحيوية في العراق. ولقد أولت القيادة العراقية اهتماما كبيرا لتحديث أسلحة الدفاع الجوي في العراق، وبإشراف من الرئيس العراقي صدام حسين وضعت اقتراحات كانت بمثابة أساس لتطوير أسلحة المقاومة الطائرات والدفاع الجوي، خصوصا في الجانب التنظيمي للدفاع الجوي وتطوير مؤسسات التدريبية الخاصة بالصنف وطرق تطويره والتسليح، ونتج عن ذلك تشكيل أعداد كبيرة من وحدات مقاومة الطائرات ومقرات التشكيلات لأغراض القيادة والسيطرة وإدخال أسلحة حديثة للخدمة للمرة الأولى في العراق، حيث في صيف 1990 كان العراق يمتلك أكثر من 16,000 صاروخ أرض جو في مختلف الطرازات، والصاروخ المشترك الفرنسي الألماني رولاند مع توفير وسائل أخرى بينها صاروخ الدفع الذاتي ZSU. أضف إلى ذلك امتلاك العراق أكثر من 7500 بطارية مدفع مضادة للطائرة، بعضها موزع على رؤوس المباني ببغداد وبينها المنشآت الحكومية. في عام 1991 عندما بدأت المنازلة في أم المعارك، حيث شنت طائرات العدوان حملة جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب، حيث قامت بقرابة أكثر من 100,000 غارة جوية خلال 43 يوما بمعدل أكثر من 2000 غارة يوميا ليلا ونهارا، واستخدم خلالها أكثر من 60,000 طن من القنابل. فبرغم الفرق الشاسع بين إمكانيات طائرات دول العدوان وحداثتها مقارنة بأسلحة الدفاع الجوي العراقي، إلا أن العراق استطاع إسقاط 80 طائرة مقاتلة وسمتية معادية، وهذا ما اعترف به رسميا الجنرال نورمان شوارسكوف. وهنا يظهر لكم حطام طائرة أمريكية طراز A-10 ذات الرقم التسلسلي 0197-77 والتي أسقطتها الدفاعات الجوية العراقية بصاروخ من طراز سام 13 في شمال الكويت بتاريخ 27/2/1991، وقد قتل قائدها باتريك أولسين. كان لهم النشامة بالمرصاد بيقظة أعزهم فيها الله فأضاء لهم الطريق بعد أن أضاء الإيمان في صدورهم. اللهم اجعل النار بردا وسلاما على العراقيين المجاهدين الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا محل النصر بعون الله وليخسأ الخاسئون.